قال: نعم. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. واجنبني أي اجعلهم في جانب وأنا في جانب آخر، هذا تحقيق البراءة من الشرك وأهله، والبعد والخوف من الشرك، تخاف على نفسك تبتعد عنهم. واجنبني وبني. سبحان الله، العبد عليه إيش؟ الدعاء والإجابة، وعدنا الله سبحانه وتعالى بها، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ما جاء نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بعد إبراهيم عليه السلام إلا وكان من ذريته، وهذه بركة هذه الدعوة. موسى عليه الصلاة والسلام خرج خائفا من مصر، توجه تلقاء مدين، سقى للمرأتين وفر، ذهب، لأنه ما يريد منهم لا جزاء ولا شكورا، تولى إلى الظل. وماذا قدم الآن؟ إيش قدم؟ ماذا قرب؟ قربان لله سبحانه وتعالى، الإحسان إلى الخلق، صح؟ تولى إلى الظل، ما أراد منهم لا جزاء ولا شكورا، تولى إلى الظل وقال إيش؟ رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. التجأ إلى الله ودعا بدعاء لم يخطر على باله، على بال موسى عليه الصلاة والسلام عندما دعا، عندما توجه تلقاء مدين، قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. أراد طريق الدنيا، ولكن الله سبحانه وتعالى أعطاه طريق الدنيا وطريق الآخرة. قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني عبادة الأصنام. الصنم هو كل ما عبد من دون الله على صورة، والوثن عام في كل ما عبد من دون الله على صورة وعلى غير صورة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري صنما، لا وثنا يعبد من دون الله، لأن الوثن أعم على صورة وعلى غير صورة. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذن هذا الخليل يدعو عليه السلام، فأنت من باب أولى. ومن الأسباب التي تعين بإذن الله تعالى على البعد عن الشرك الدعاء بدعاء الخليل عليه السلام. نعم. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قل يا نبي، قل هذه سبيلي. إذن الطريق الموصلة إلى الله طريق واحدة، وهي طريق النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه الصحابة والسلف الصالح، وأن هذا صراطي مستقيما. قل هذه سبيلي، ولا تتبع السبل، ولا يمكن أن ندعو إلى الله إلا على هذا الطريق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذا الشرط الأول من شروط الدعوة إلى الله. فشروط الدعوة خمسة: أول شرط الإخلاص، لأن كثير من الناس لو دعا فيدعو لنفسه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله لا إلى غيره. على بصيرة، على بصيرة هنا فيها شروط ثلاثة: الحكمة،
والعلم الشرعي ومعرفة حال المدعو في هذه الكلمة الواحدة على بصيرة. الحكمة هي السنة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الثاني العلم الشرعي، لابد ندعو بعلم لا بجهل. الثالث معرفة حال المدعو، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، قال أرسلك إلى أناس عندهم كتب منزلة من السماء، بعث فيهم أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام، لابد تأخذ لهم الأهبة والاستعداد وتعرف ما هم عليه. فهم؟ أي نعم. قال ناظرهم، قال ناظرهم عندما قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، قال ناظرهم بيّن ما هم عليه من أخطاء وضلالات، قال لا، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، أقرب طريقة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث عليها معاذ رضي الله عنه، قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه المناظرة، بيّن ما هم عليه من أخطاء وضلالات، قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية يوحد الله. إذن أقرب طريق وأسهل طريق وأفضل طريق للدعوة طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا طريق غير هذا. وكيف ندعو غير المسلمين بالدعوة للتوحيد؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله، تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، وما أنا من المشركين. ما مناسبة ختم الآية بقوله سبحانه وتعالى وسبحان الله وما أنا من المشركين؟ لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني؟ وفي نهاية الآية قال وسبحان الله، نزه الله عن كل نقص وعيب، وما أنا من المشركين، لأن من قبح الشرك كون مسب لله. فقال هؤلاء الكفار يسبون الله سبحانه وتعالى بالشرك، وأنت موحد تؤمن بأن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، لماذا لا تدعو للتوحيد؟ لماذا لا تنزه الله سبحانه وتعالى عن الشرك؟ إذن يجب على كل موحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدعو لما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. فالمتبع حقا للنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يدعو لما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بهذه الشروط الخمسة: الإخلاص والعلم الشرعي والحكمة ومعرفة حال المدعو، والخامس الصبر والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انقسم الناس في الدعوة إلى الله إلى طرفين وسط، وهذا نختم به الدرس اليوم بإذن الله تعالى. انقسم الناس في الدعوة إلى الله إلى طرفين وسط: قسم لا يدعو إلى الله أبدا، وقسم يدعو إلى الله على جهل، وابتدعوا طرقا في الدعوة، أيام محددة وكذا، ويخرج بلا علم وغيره. والوسط هم أهل السنة والجماعة، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، الذي تثق فيه 100%، لا تشك فيه طرفة عين، هذا تدعو إليه. تشك 1% أسكت. تشك في التوحيد، تشك في لا إله إلا الله، تشك أن محمداً عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسول، تشك في وجوب الصلوات الخمس، إذن ندعو لهذا. لا تتفلسف على قول بعض العوام عندنا، لا تخرج عن الموضوع. طيب لو دخل إنسان الآن هنا وقال يا أخي صلاة المغرب كم ركعة؟ هاي الشيخ إيه لا يتقول الله أعلم، أنا لا أدري، اسأل المفتي. لا، ما تشك في هذا طرفة عين، الذي لا تشك فيه طرفة عين هذا تدعو إليه.
لو جاءت مرأة مثلا وقالت قال لي زوجي كذا وكذا، هل أنا طالق أو لا؟ نقول الله أعلم إلى الإفتاء، صح؟ أي نعم. فإخواننا انقسم الناس قلنا في الدعوة إلى الله لطرفين وسط، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال من قبح الشرك كون مسب لله، والموحد والداعية إلى التوحيد هو ينزه الله سبحانه وتعالى عن المسبة وعن الشرك بالدعوة إلى التوحيد. إخواننا الدرس بعد صلاة العصر إن شاء الله والمغرب والعشاء إن شاء الله تعالى، أريد منكم تراجعوا هذا الذي أخذناه ونتناقش إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر ونبدأ الدرس الجديد. الكتب موجودة، إذا لست موجودة تدخل إلى PDF أو تبحث مع زملائك إلى المكان، وإن شاء الله تعالى نكمل ما بدأنا فيه. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.